فمهلا مهلا. قالت السيدة زينب عليها السلام خاطبة يزيد بن معاوية: أظننت يا يزيد أنك حين أخذت علينا أقطار الأرض وضيقت علينا آفاق السماء فأصبحنا لك في إسار الذل أن بنا من الله هوانا وعليك منه كرامة وامتنانا، وأن ذلك لعظم خطرك وجلالة قدرك، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.